ملف تاني او قضيه تانية متعلقه بالاسعار. صحيح البعض يقول لك يعني ده احنا بنتكلم في سعر حاجه اصلا مضره بالاساس ويا ريت ما تبقاش موجوده، لكن الواقع انه في استهلاك كبير في مساله السجاير والتدخين. فحته بقى ان الاسعار تعلى بالشكل ده وتبقى يعني ارتفاع غير مفهوم وتعطيش للسوق في بعض الاحيان، ومن يوم ليوم وساعه لساعه تلاقي برضو السعر بيزيد قوي قوي قوي، يعني من 10 ل 20 جنيه في سعر علبه السجاير باختلاف انواعها، وخاصه حتى الانواع اللي بيقول عليها ايه يعني انواع شعبيه. فايه اللي بيحصل؟ خاصة إن المسألة مش مفهومة، لأنه في يعني لو جاز التعبير إلقاء للمسؤولية ما بين مجلس النواب من ناحية وما بين شعبة الدخان من ناحية تانية. فإيه اللي بيحصل؟ هل موضوع الضريبة على الدخان كان مفترض أنه هو يتم مناقشتها في لجنة الخطة والموازنة في المجلس وده ما حصلش، فده شعبة الدخان هي اللي بتقول كده أن هم برضو التأخير ده حصل فخلى التجار هم يحطوا ضريبة من نفسهم، ما فيش ضريبة طبعا بس هم غلوها يعني استعدادا للضريبة. حد تاني يقول لك لا والله اصلا لسه الضريبه او القانون ده لسه ما وصلناش، او حاجه تانيه كمان ان قصه التجار وجشع التجار والمغالاه واستغلال للموقف. ايه الازمه فين بالظبط، او المسؤوليه عند مين، او تتحل ازاي؟ ده هنحاول نفهمه. معانا على التليفون استاذ ابراهيم امبابي رئيس شعبه الدخان باتحاد الصناعات، وسياده النائب ياسر عمر وكيل لجنه الخطه والموازنه بمجلس النواب. انا برحب بحضراتكم معانا، واسمح لي استاذ ابراهيم هبتدي مع سياده النائب ياسر عمر. مساء الخير يا سياده النائب. مساء النور يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. الموضوع عندكم يا سياده النائب؟ ولا جالنا قوانين ولا اي حاجه تخص السجاير نهائي، واحنا حاليا في العطله بتاعتنا. لا ما جاتلكوش قبل الاجازه؟ ما جاتلكش حاجه خالص، ولا الكلام ده يعني السنه دي ما فيش حاجه خالص جت على السجاير نهائي. يعني قولا واحدا. يعني انا ما اعرفش الكلام ده يعني جه منين يعني. طيب يعني حضرتك بتقول انه ما فيش حاجه وصلت ولا قبل الاجازه طبعاً. ولا طيب لا بس لا ك ك ك كعضو برلمان، عضو مجلس النواب، يعني مسؤول او يعني بتتكلم باسم الشعب، انت شايف المسألة ازاي؟ الازمة دي ازاي؟ شايف ان القصة قصة تجار مستغلين. ها. جايز بعض الشركات رفعت 7-8% الاسعار بتاعتها، وده من حقها، ما حدش قال ان مش من حقها انها ترفع في ظل الظروف دي، لكن الباقي كله تجار واحتكار. ويعني لازم الناس بس هي الشركات استنى بس يا سيادة النائب، هي الشركات ترفع براحتها ولا في هامش ربح او في تكلفه قد ايه فانا يعني ازود بناء على ده ونوصل بعد كده للتجار؟ يعني الشركات اللي رفعت دي اكيد رفعت ايه نظرا للظروف اللي حصلت، المدخلات بتاعتها مستورده بالدولار ففي فرق اسعار، وده كأيه نسبه يعني معقوله اللي اترفعت 7-8% ما نقدرش ايه نلوم عليهم. وبعد كده المفروض اقتصادنا ده اقتصاد حر. حر بس مش فوضى. يعني انا كشركه انا كشركه اقول انا مدخلاتي زادت بس بنسبه قد ايه علشان أيوة. ازود بنسبه قد ايه، والتاجر يزود بنسبه قد ايه برضو معاك؟ غير موضوع بقول الفوضى اللي حادثه دلوقتي، وده بترجعنا لايه؟ لانه هناك انا شخصيا كان ليا من 5-6 سنين اقتراح بتحديد هامش ربح لكل يعني منتج ولكل مرحله معينه في التداول والكلام ده كله، لكن العمليه ما تتسابش. انت عارف يا سياده النائب اسعار السجاير وصلت قد ايه؟ يعني من كام لكام بمختلف انواعها؟ انا سامع من الناس ان الاسعار ما تقول لنا قول لنا عشان برضو استاذ ابراهيم معانا. انا راجل ما بشربش سجاير فما اعرفش اسعار السجاير ايه. بس المشكله جت عندكم وتقال ان هو انتوا المسؤولين، فاكيد انت بصيت ودورت وسالت. مفيش حاجه جت عندنا في مجلس النواب نهائي او في لجنه الخطه والوزنه تخص السجاير. طب خليك معايا يا سياده النائب، خلي حضرتك معايا استاذنك. يا استاذ ابراهيم بخير يا استاذ. ازيك يا فندم؟ زي حضرتك. بس على صديقي العزيز ياسر بيه. ازيك يا ابراهيم بيه؟ يا فندم وحشني يا فندم. لا خليك يا فندم. طيب بالود بقى ده يعني انت تعودتي معايا يا استاذه لبنى على الصراحه. قول لي الصراحه في كلمتين اتفضل. حكومة ها طيب وما يهمهاش
جريمه من المجتمع. احنا ما بنتكلمش ما بنشجعش حد التدخين، بنتكلم اقتصاد. مع احترامي لكل الموجودين، معالي وزير الماليه تقدم لمجلس النواب المحترم تمام بموازنه 2023 2024 وقال لهم انا القطاع بتاع السجاير ده والمعسل انا هجيب منه 86 مليار و9 من عشرة. حضرتك ممثلين الشعب اللي قاعدين لازم هيقروا هو جاب بالموازنة 22 23 كام؟ جاب 81. اذا في 6 مليار جاب بين 23 ل 24. خلاص الف ب، يبقى اذا لازم في تعديل ضريبي الف ب. طيب رحنا على كراجل مسؤول، قعدت مع المحترم احمد بيكو جاك نائب وزير الماليه والوحيد اللي فاهم قطاع السجائر والمعسل في جمهوريه مصر العربيه، عملنا ديل وهو مفاوض جيد بيحافظ على خزينه الدوله ويحافظ على الشركات ويحافظ على المستهلك. هي فين الحكومه؟ ايه الديل؟ الديل حضرتك اتفقنا هنزود على الفئه الثانيه نص جنيه فقط، وبالتالي اي انسان ضريبيا هيعرف ان كل وحده ضريبيه زياده بيقابلها وحده للسعر، يعني لو زودنا نص جنيه هنزود في الشريحه الدنيا جنيه ونص 2 جنيه، وجيت قلت له الحاله الاقتصاديه والارتفاع في سعر الدولار واحنا القطاع الوحيد اللي كله مدخلاته 100% مستورد. فتعالى نوسع الشريحه بحيث هي كانت من جنيه ل 24 عملناها من جنيه ل 35. وجينا على الشريحة الوسطى عملناها من 35 ل 50 وزدنا 2 جنيه فقط لا غير على الوسطى و2 جنيه على العليا. حضرتنا انت يا حكومة بقى انت بتسلمي احنا ما قلنا ما بنشجعش التدخين، ولكن في قطاع كبير وانا ما يزعلش مني يا اخويا ياسر بيه، انا زعلان من التصريح اللي رئيس اللجنة طلعه زاد المبلطين لما يقول انا مش هنظر للسجاير الا في شهر 10. لا لا يا فندم حضرتك خد اجازة يوم، ما هو اجازه البرلمان اجازه يا فندم، يعني خلاص هنفضل كده الحكومه هتسلم المدخنين للتجار الجشعين وتتفرج؟ لا ده مصلحيه هزيله، مصلحيه هزيله. واحنا قلنا يا اهل الخير ده قطاع اقتصادي، وزير الماليه لو ما جابش ال 86 مش هيعرف ينفق على التعليم والصحه والحاجات دي، يعني لازم مجلس النواب يساعدنا. ما هو مجلس النواب كمان بيقول لك يا فندم انا ما جاليش القانون ده اصلا، يعني الاتفاق مع وزير الماليه وحضرتك بتتكلم عنه ده ما وصلش للمجلس. ثانيه واحده يا فندم حضرتك، احنا انتخبنا مجلس النواب ليه؟ مش عشان يبلغ صرختنا ويعدل مسار الحكومه؟ يعني قصدك مش لازم القانون يجي من الحكومه، خلاص انت عرفت توجه وزير الماليه ايه وايه المبلغ اللي عايز يدخله، تقعد يقعد البرلمان او اللجنه يعمل التعديل ده او القانون ده. ما استناش، انت ممثلي، انت بتتكلم بصرختي انا. طب استنى يا استاذ ابراهيم هرجع لك، يا سياده النائب هو لازم تستنوا الحكومه؟ ارجع لاخويا الغالي ابراهيم بيه، هو عارف ان هو غالي عليا. مش معنى ان وجود 86 مليار جنيه في الموازنة 23-24 ان هي هتيجي من زيادة اسعار، ما احتمال تيجي من زيادة كميات انتاج. مش احتمال يعني، طب ما انتوا تكلموا وزير المالية هتيجي منين؟ انت عامل حسابك على ايه؟ يعني استاذ ابراهيم قال انا قعدت مع استاذ احمد كوجك اللي هو نائب الوزير وتقال له انه في كذا كذا واحنا حاطين مش عارفة كم مليار دي للسجاير والدخان. احنا مش هندور ان احنا نفرض ضرائب على الناس. لا انا اكلم الحكومه على طول، مني للحكومه بنقعد نقاوح مع الحكومه وفي قوانين بنركنها عشان ما نزودش على الناس. ايوه يا فندم، بس الحكومة ما هو انت بتسائل الحكومه او بتراجع مع الحكومه او بتنسق مع الحكومه. أيوة. اي مكان المصطلح، انت دلوقتي شايف حاله السوق كذا كذا زي ما شرح استاذ ابراهيم، انا هرجع للحكومه هرجع للوزير المختص هنعمل ايه؟ لا بص حضرتك اتفضل يا فندم، مش معنى وجود هذا المبلغ ان هناك ضرائب زياده، يعني عشان الامور تبقى واضحه، لان ممكن يكون هناك استهلاك زياده، هناك نسبه نمو طبيعي لعدد المدخنين في مصر فمعمول حساب هذه النسبه السنه دي، يعني القصه الرقم ده لما بيتحط مش معناها فرض ضرائب نهائي. لكن امتى بيجي الحكومه؟ لما تكون خلصت الدراسات وتبقى جاهزه لينا احنا، تعرف ترد علينا وتقنعنا زي كده. ما الاستاذ ابراهيم قال لك ايه الشريحه الاولى نص جنيه ونوسع الايه الشرايح والكلام ده، احنا نفسنا يعني مقتنعين بتوسيع الشرايح برضو عشان ايه؟ عشان ما تمسش الناس كلها. طيب. يا استاذ ابراهيم، ما هو برضو في مسؤوليه على مساله على الشركات
وعلى التاجر برضو، وان الحاجات برضو السجاير بتبقى مش موجوده، يعني بتبقى في تعطيش ومتخزنه ويبقى في مغالاه في السعر، برضو في يعني استغلال للموضوع، يعني برضو في مسؤوليه على حضراتكم. اتفضل يا استاذ ابراهيم. ارد على اخويا المحترم ياسر بيه. اتفضل. حضرتك قلت كلمه بتخاف على الشعب من زياده الضريبه. يا ريتك كنت زودت ضريبه وما وصلتش 25 جنيه. الضريبه اللي كانت هتزيد 2 جنيه يا فندم، يعني 4 جنيه. بقت دلوقتي كام عمليا؟ التاجر بياخد قد ايه من المواطن زياده؟ 21 جنيه وهزيدك من الشعر بيت. ال 21 جنيه دي داخلين جيب التاجر وليس ده. يعني الاولى كانت راحت للحكومه. يا سلام. كانت المشكله يبقى الرقم ده كمان، انت بتقول لي من جنيه ل 35 والشريحه الوسطى 4 جنيه او 5 جنيه. الله يفتح عليكي، دي حاجه ثانيه. في حاجه ثانيه بقى ياسر بيه المحترم بيقول ممكن يبقى الحكومه عامله 6 مليار في حدود ان هي ممكن ما تجيش ضريبه تيجي زياده انتاج. لا ده يا فندم اديك المفاجاه، انتاجنا نزل لان ما فيش دولار، ما فيش بنك بيوفر للشرقيه للدخان اعتمادات، فاصبح بيشتغل بطاقه 60% فقط لا غير. يبقى طيب. اذا ال 6 مليار لا يمكن يجوا قولا واحدا او خلاصه الامر في كلمه واحده، ايه المفترض انه يحصل دلوقتي في جمله مفيده، جمله الحكومه تصحى من النوم وتروح تخبط على لجنه الموازنه والخطه والموازنه، تقول لهم يوم اجازه وارجعوا لنا خلصوا لنا هذه المسرحيه الهزيله وطلعوا لنا التفريع الضريبي. سياده النائب ياسر عمر، كلمه اخيره تخلص ازاي؟ كلمه اخيره، الكلام ده كله جشع تجار فقط لا غير. وبعد كده الموازنه بتتحط في شهر ايه؟ قبل يعني في الفتره بتاعت شهر 1 و2 قبل شهر 3، يعني ما كانش ساعتها حصل تمام التعويم ولا الكلام ده وكله، ولا كان معمول حساب الكلام ده انه يحصل. سياده النائب ياسر عمر وكيل لجنه الخطه والموازنه بمجلس النواب، استاذ ابراهيم امبابي رئيس شعبه الدخان باتحاد الصناعات، بشكركم.